اليوم كيف ترى المكون السني ينعم بحياة جميلة والمكون الشيعي كيف ينعم؟ إذا تبدي تقيس بالفترات الماضية تجد بأنه الوضع في المحافظات السنية وعند المكون السني إذا تقيسه بالفترات السابقة تجد هو في أفضل. نعم. الوضع أفضل من السابق. اليوم المحافظات الجنوبية تعاني معاناة لا تقل عن المكون السني، فاليوم المعاناة المحافظات الجنوبية لكن من نوع آخر. هي تعاني من الفقر، تعاني من قلة الخدمات، تعاني من البطالة، لم تستفد شيئا. هاي الجنوبية أكيد يعني الكل يعرف بأنه صبغة النظام السياسي الحاكم هو ذات صبغة أغلبية شيعية، تتفق معي ويتفق مع الجميع. لكن هل استفاد الشيعة في جنوب العراق وفي وسطه الجمهور المواطن، الجمهور المواطن من هذه الصبغة السياسية الموجودة؟ جوابي لك أقول لك لا، لم يستفد، بل هو يعاني حاله حال كل المكونات الأخرى. نعم. فعندما ننتقد، خلي تكون هذه الصورة واضحة. نعم. لك وللجمهور الكريم. نعم. نحن عندما ننتقد لا ننتقد الشيعة كجمهور ومكون، وإنما ننتقد السياسيين من الشيعة، لأنهم هم الذين بيدهم الملفات. نحن ننتقد الأداء السياسي الشيعي، واللي اليوم صار ينتقد من كل العراقيين، مو بس من عندي يعني ولا بس من عند السنة، بل الشيعة ينتقدون أكثر منا. هذه معناه بأنه إحنا كلامنا كان صحيح. نحن ننتقد الأداء السياسي الخاطئ الذي أوصل البلد إلى ما وصل عليه اليوم، والسنة والشيعة اليوم يعانون من هذه السياسات الخاطئة. هذه هي. ومن ينتقدنا في الطائفية ترى هم المنافس السياسي الذي لا يريدنا أن نكون مقبولين في شارعنا الشيعي قبل الشارع السني. هذه استهدافات سياسية يستهدفنا الطرف المقابل المنافس لنا سياسيا من أجل أن ينتقص من وضعنا في الشارع الشيعي تواجدكم. نعم.